السلام عليكم خوتي. السلام عليكم. معنا حالة أخرى، واحد السيد مسكين لقيته مسيب هنايا في كورنيش ديال مارتين، ما عنده حد، ما عنده حتى شي حاجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدي بلا اسمك، واش وصلوا عندك السلطة؟ جا عندك المقدم؟ لا والو، المقدم كيشتغل حدا، أنا كيدير حدايا وتوسل له، ما كاينش سميتو. بقى لي اليوم غدا دابا نشوف معاك من نهار بدات التعاونية، وأنا كنتسنى مع عمرو السلطات كاملة كتدوزني هنا، ما كاينش شي واحد اللي قال لي تشكون أنت ولا يعني ما سول فيك حد، ما استفدت حتى حاجه، ما استفدت لا قفه لا حتى حاجه، ما استفدت حتى شي حاجه. والمقدم كيعرفني بجاهل وكيدوزو من هنا ديما، ما كتبوش الله، ما خاطر المحسنين هما اللي كيتطوعوا وصافي، المحسنين خاصين من غير السلطه، من غير ولا حول ولا قوه الا بالله. ما عمرنا وصلنا لسميتو، المقدم كيعرفنا محتاجين لهاد المبادرات، وحتى من المبادره ديال سيدنا ما كيتوصلناش، كيعطيوها غير الناس المعرفة والناس اللي كيعرفوهم. التوجيهات كاينة، الزبونية كاينة، هادي معروفة، وشحال من واحد سير دير تقرير، سير دير ديزا، حيد ديزا، شوف الناس اللي بصحة وما شفتش. وصلني الشريف تما، وصلت تما وباقي غنوصل تما ان شاء الله. خاصك تمشي سيري وتشوف الناس اللي سميتو، وتشوف الناس اللي قبطوا المعاونة واش يستحقوها. الناس عندهم المدخول وبيورهم لاباس عليهم شدوه، والناس اللي يستحقوا راه ما شدوش. هادشي خص اللجنه تجي سريه، ماشي تجي معروفه، باش تمام لا بغيتو تعرفوا هاد الناس، لا بغيتو تعرفوا الدور. السلطه تعمل هادشي الشريفيه، انا ما عندنا حتى دخل في هادشي، وكلشي هما اللي كيعرفوا. السلطه خصها تتصرف لجنه، صحيح لجنه خاصه تكون خاصه بالتتبع والمراقبه، لان كاملين من العائلات المقدميه ومن العائله هما اللي كيستافدوا، اللي كيعرفوا، اللي كيهضروا المقدميه كيخافوا. هذا الشيء مأكد منه اسيدي، واحد ما مستافدش. هذه كنقولها وكنتحدى اي واحد كيقول لك عندنا حقوق الانسان هنا في المغرب راه ما كاينش. ما خطا المبادره ديال سيدنا الله ينصرو هي اللي كنشوفوها، واخا ما كتوصلناش كتوصل لشي وحدين، المهم كاينه هو اللي عنده المبادره. اما شي واحد هنا في المغرب يقول كيشوف في المسكين من غير سيدنا، انا كانت هاد القضيه ديال الديزا اللي قلتي، انا متاكد منها ووصلني، ما دمتينا عندك الخبر بغيت نتاكد، لان سامع ان الناس تما لاباس عليهم، يعني بخير، يعني ما محتاجينش يستافدوا. واش بصح هادي 100,000 من الناس سير سريه وسير عند الناس اللي هما لا باقي غنوصل تما، غنوصل تما سير اخويا وسيري واستافد. نوصل تما جوج مرات وباقي غنوصل في اي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. المبادره ديال الفراشه اللي كانوا كيفرشوا، انا واحد من الضحيه اللي حيدوا لي البراكه، لا حوالي الدوالي. كنت كتفرش في الارض كتبيع؟ كنت كنفرش وعندي الكوشك، وحيدوه لي وقال لي وعدوني باش ما سمعوا. شحال هذه؟ شحال هذه؟ من النهار اللي بدات المبادره هذه، تا 4 سنين او 5 سنين فوقاش المبادره ديال سيدنا فاش عطاو، يعني 5 سنين وانت في الشارع. 5 سنين وكتا وزيان، لا حول ولا قوه الا بالله. من النهار ريبوا لي ديك البراكه وحيدوا لي سميتو، ما بقاش عندنا فين نبيعو ونشري، وبقات كانت عندي ديك البراكه ثلاثه وتلاحيت للسوق. ومين الاصل ديالك؟ مين الاصل ديالك؟ بلا اسم، مين اصلك؟ يعني البلاد مكناس. لا حول، السيد مكناس مليوح هنايا اخوتي، لا حول ولا قوه الا بالله. ما عطاوه والو، ما تواصل معاه حتى شي واحد، وما عنده ما يصرف. دابا ها هكا اتي خاويه القرعه ديال سيدي، عطاه له شي محسن قرعه هذا الماء هي، لا حول. كانت عندي شي بركه كنتاجر بها، كنبيع ونشري بها، كندير البانطوفات حتى الماء توفرش، عطاوه له الناس وصافي. نعم سيدي، البركة اللي كانت عندي معمر بها ديك التعميره، كنبني بها الغراج، جاو طفاوها لي وسيبوني للسلطه. يعني عود ما سيدنا كيعاوننا، وهاد الناس كيرزمونا، دعيناهم الله. الدعوه الله، يا حنا هيدا باش كنعملوا هاد المبادرات وهاد الفيديوهات. الحمد لله كيقراو الهبه ديال سيدنا، ما كون دارونا في مولينيكس وطحنونا هاد الناس. هاد مصيبه، مجرمين. انا كنقولها بعد اعوان السلطه مجرمين، هذا اللي كاين، اقل ما يقال. على الرعايه ديال سيدنا راه باقي كيتفكر، وباقي القاري الهبه ديالهم ما كانش. واخا الشريف دابا عندك ما تصرف؟ دابا ما عنديش، عندنا الله. انت كما قلتي نتايا كاش جاتي، ما بقيناش باش انا دابا باقي جالس. واخا شوف، انا نعطيك دابا واحد البركه. نسينا، واش عندك شي تليفون؟ لا ما كاينش التليفون، لا حول ولا قوه الا بالله. وما انا عارف بلاصتك فين تينا، انا غنبقى نتواصل معك بشكل مستمر. شوف، وصل لك شي حد، شي عن سلطه ولا شي مسؤول، وضيق عليك الخناق ولا هددك ولا شي حاجه، انا موجود، انا كنقولها هنا في الفيديو معك.
صافي انا غندوز في الزنقه وكيقول لي سير تمشي فين ساكن. انا انا شريف شوف ما تخاف حتى حاجه، انا غنجيب خبارك، انا غنتبع الحاله ديالك ان شاء الله، مي يكون غير الخير صافي. الله يبدي الله يبدي، ما كاين مشكل ما كاين مشكل. بسم الله هكا البركه هذه عملت الجيم صافي، عملت الجيم عملت الجيم امين امين. وحنا دراويش مع بعضيتنا، انا قلت لك انا ما تابعت حتى جهه، ما تابعت حتى حزب، ما تابعت حتى شي واحد، عملنا عملنا في الجيم، عملنا في الجيم وصافي صافي، ونبقاو على تواصل صافي. الله يرحم الوالدين، ودعي دعي مع هذه الامه الله يرفع علينا هذا البلاء، ومناشده المواطنين كاملين بقاو في ديوركم. راه انا ماشي يعني يعني كنخرج اضطراري كنشوف حالات وكنرجع بحالي، حتى انا كنعمل الحجر الصحي، راه ملتزم غير هو الاضطرار، ما يمكنش يخليو الناس بالجوع في الشارع الله يخليكم، ولكن الناس اللي عاديين اللي ما عندها ما كتعمل حتى مبادره حتى حاجه يبقاو في ديوركم، ما تخرجوش الا للضروره القصوى، الله يرحمكم الوالدين، هذا اللي كاين. الوالدين الله يبعد الضرر على كل المغاربه امين امين، الوطن وخارج الوطن امين. بارك الله فيك بارك الله فيك.